اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا، شرف ومنور. الله يخليك. انتوا قاعدين لي قاعده الحقيقه غريبه جدا، يعني المفروض كان الكابتن عادل اللي يقعد هنا وعشان انا اجي واحده واحده. اللي هو صح بدل ما عدي بلال وجيلك. هم صح يعني طبعا بعد الكابتن اسامه لازم اقول الكابتن عادل. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام الله يخليك. الحمد لله. ازيك كابتن بلال؟ الله يخليك. ازيك كابتن اسلام؟ كله كويس؟ ايوه صح، كان لازم نقسم لازم نلف ونعمل وبتاع. ازيك كابتن اسامه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. كابتن اسامه، اولا يعني مباراه منتخب مصر مع منتخب السنغال بشكل عام، بشكل عام الاول، كيف ترى هذه المباراه؟ مباراه مش عايز اتكلم على قائمه ومش عايز اتكلم على اسماء، لكن احنا بنتكلم بشكل عام. مباراة من أهم المباريات هتبقى في تاريخ الكرة المصرية، زيها زي مباريات كتيرة قبل كده، مصر والجزائر سنة 90. كنت موجود يا كابتن؟ كابتن عادل اللي كان أنا لا كنت موجود، رحت كاس عالم بس ما لعبتش المباراة دي. الماتش ده لا كنت أنا مصاب قبل ساعة التصفيات، كنت مصاب. زي مباريات كتيرة جدا مهمة في تاريخ الكرة المصرية، مصر والكاميرون 86 مثلا اللي حصل في ضربات جزاء، يعني ماتش فاصل لبطوله عالميه. انت بتلعب منتخب كبير جدا، ايوه، المنتخب السنغالي من افضل المنتخبات اللي في القاره، والدليل على كده ان خد بطوله افريقيا الاخيره، وانت اللي كنت المنافس او اللي خدت المركز الثاني، يعني الفرقتين اول وثاني هيلعبوا بعض يعني. فهي مباراه ما فيش شك ان هي صعبه، وانا متصور ان او شبه متأكد يعني ان كرة القدم فيها مفاجآت وفيها متغيرات، يعني انا متأكد ان اللي هيكسب مننا احنا الاثنين مش هيطلع الا غير بشق الانفس وبعد المباراة الثانية. يعني سواء مصر هتصعد ان شاء الله بإذن الله او المنتخب السنغالي، الموضوع هيبقى صعب جدا ومش هيتحسم في القاهرة، يعني الحسم هيبقى هناك في السنغال، في مباراة السنغال، لان المباراة هتبقى متقاربة. المباراة صعبة هنا جدا وصعبه هناك جدا على الفرقتين على فكره، يعني رغم ان المنتخب السنغالي ما فيش شك في مباراتنا بتاعه الامم الافريقيه كان افضل اثناء المباراه يعني، لكن قدرنا نوصل لضربات جزاء وهو كان موفق انه خد البطوله بضربات الجزاء، فهم يملكوا نجوم كتير، احنا نملك نجوم كتير، فانا شايف ان المباراه مش هتبقى سهله على الفرقتين. احنا لازم نستغل وجود ان شاء الله 60,000 متفرج اللي هيبقوا متواجدين في استاد القاهره، لازم نستغل الموضوع دوت. نعم. ونحاول نكسب المباراه باي طريقه وباي نتيجه على فكره، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا بلعب السنغال يبقى انا عايز اكسب مثلا 3-4 ولا يعني الماتش الثاني ما بقاش ليه لازمه، لا ممكن، بس أيوه. انك المهم انك تعرف تكسب المباراه وبعد كده يحلها الف حلال. طبعا هو يعني نمره واحد انك تعرف تكسب المباراه. نعم. 1-0 بقى. نعم. 2-0، 2-1، هو طبعا الافضل ما يخش فيك اهداف، بس المهم انك تكسب المباراه هنا. دي مهم، نقطه هتبقى فارقه، ولذلك الجماهير هيبقى ليها دور السحر، دور كبير زي ما بيقولوا. نعم. لانه يعني الحماسه والدفعه اللي تديها للعيبه، بس اتمنى ان هي تكون خلال ال 90 دقيقه كلهم. لان المباراه زي ما قلنا انت ما بتلعبش منافس بعيد عنك قوي فانت بسهوله هتكسبه، وان ال 90 دقيقه تبقى معاك انت بس في اتجاه واحد، لا. المباراه هتبقى رايحه جايه، ممكن يبقى فيها هجمات عليك في فترات، انت بتهاجم في فترات، فلازم الناس اللي رايحه تشجع انها تبقى مامنه بالفرقه ومسندها لغايه لما الحكم يصفر، لانه المكسب ممكن يجي في اخر ثانيه، يعني لا. مش ضروري تكسب من اول المباراه. تمام. فان شاء الله الجماهير دي هتبقى ليها دور وتبقى دافع وحافز كبير او دافع كبير للعيبه ان شاء الله.